يحمل الجناح الدولي في معرض بكين الدولي للبستنة اسم مظلة الزهور، كما يعتبر أكبر جناح في المعرض. ترك المهندس المعماري مساحة كبيرة مفتوحة تحت المظلة الزهور لتكون مساحة مريحة للناس. بعد أن يذهب الزوار إلى المكان، نأمل في أن يشعروا بأنهم دخلوا غابة كبيرة. نحن عملنا على أن تكون النباتات في الجناح الدولي نجمة المعارض. وفقا للجنة المنظمة، يحتوي المعرض الدولي لهذا العام على البستنة التقليدية والهندسة المعمارية لإظهار الحياة والثقافة، وكذلك البستنة العلمية والتكنولوجية لعرض الإنجازات العلمية ومستوى تنميتها، وأيضا الحدائق الخاصة لعرض تاريخ وفن مختلف الدول. حتى الآن تسير أعمال التسجيل في الجناح الدولي بشكل سلس. حتى الآن عدد أكثر من 110 دول ومنظمة دولية مشاركتها في المعرض، مما سيسجل رقما قياسيا في عدد العارضين، ومن بينها أكثر من 80 دولة ستشارك في المعرض في الحواتلق، وأكثر من 30 دولة ستشارك في المعرض الداخلية، وعمل بناء معظم حدائق المعرض على وشك الانتهاء. من أجل تقديم خدمة أفضل للعارضين الدوليين، أنشأت اللجنة المنظمة مركزا خاصا للخدمات، يحتوي على الحجر الصحي، التخزين واللوجستية، الشؤون الضريبية، الشبكة والاتصالات، والخدمات الاستشارية. كل هذه الخدمات يمكن للعارضين الحصول عليها في مكان واحد.